بون اللي هو منجم الدعم. اخذنيش يعني يا باشا، يعني انا بس عايز اعرف كلمه بارتوند يعني ايه. انتوا هون بتقولوا لها اسطمبه، واحنا ببيروت بنسميها مدير طب الاصل، وهي سر الصنعه. وهيدي لو حصلنا عليها مع الموديلات الجديده حنكسب، ونكتب عليها Made in China. ايوه باشا، انت جبت الحاجات دي كلها منين بقى؟ سرقها طبعا، اللي تبوظ المكن مش كده يا اخ سليم؟ احنا غالبا يا حاج هنبدا بكميه قليله. اللي بيبتدي صغير بيفضل صغير يا سيمروان، واسم الصياد اسم كبير، ما ينفعش ابدا نبتدي صغير. مو هيك يا حاج، مو هيك. انا بدي اعس واجس نبض السوق عنا قبل ما انزل بكميه كبيره. يا مروان، البضاعه هي اللي بتجس السوق مش العكس، ولو البضاعه كويسه بتفرض نفسها على السوق. ما بفهم كيف راسك بتفكر يا حاج. هو انت يا حبيبي اذا فهمت كيف راسي بتفكر ما بكون انا فواز الصياد. ايه رايك في اللبناني بتاعي؟ بس انا نفسي افهم عشان اعرف اشتغل. عايز تفهم بجد ولا موحه والسلام؟ طب اعمل فيها معروف وفهمني واكسب فيها ثواب. ماشي، احنا لو رمينا حبه بضاعه في شويه محلات محدش هيحس بيها، ويمكن كمان يتريقوا عليها. ليه؟ لانها هتبقى لنا وسط بضاعه كتير عكسها. انما لو فجاه المحلات اتبدرت بالبضاعه بتاعتي، ويا سلام بقى لو المحلات الكبيره في الاماكن المهمه مع شويه دعايه واعلانات، ودي لعبتك، هتبقى حدث. الناس كلها هتتكلم على البضاعه دي، يقول لك هو في ايه. واسهل بيع بيع البضاعه اللي الناس بتتكلم عنها. صح ولا انا غلطان؟ صح، بس انا بعرف السوق عنا منيح، وانا بعرف بضاعتي منيحين. لا تاخذني يا حاج، انت قلبك ميت بس عقلي صاحي. لا والله يا فندم هو مش موجود. امال بيجي امتى؟ لا هو الحقيقه ملوش مواعيد، بس لو حضرتك عايزه تبلغي حاجه قولي لي وانا ابلغه اول ما يوصل. لا خلاص مش مهم، هبعتي عليه تاني. هو حضرتك مش كنت هنا من كام يوم؟ على اذنك. ويا اصله ده هي الست دي كانت عايزه ايه؟ كانت بتسال على الحاج، قلت له انا مش موجود. الله يخرب بيتك، رحت في داهيه. ليه يا عم في ايه؟ هو يعني جوه ولا مخبيه؟ هو الحاج لسه موجود في المصنع؟ اه، وهيقعد هناك طول النهار. طيب لما اروح بقى نلحق اللي انت هببتيه. يا مرسي مرسي، هو في ايه النهارده؟ يا استاذه يا استاذه. حضرتك متنتهي؟ انا مرسي، حضرتك مش فاكراني؟ انا جيت لكم الجمعيه كذا مره عشان المؤتمر. اهلا وسهلا، اي خدمه. هو حضرتك كنت عايزه الحاج؟ ايوه، بس عرفت انه مش موجود. لو عاوزاه ضروري هو في المصنع دلوقتي. لا خلاص مش مهم، هبقى اجيله مره تانيه. ليه مره تانيه ليه؟ ده المصنع مش بعيد. معلش، اصلا انا عندي ميعاد مهم وخايفه اتاخر. ده هي ربع ساعه بالكتير وتبقي هناك. حاضر، جاية يا اللي بتخبط. حاضر، جاية بتفتحي ياما. أنهار، شفتي اللي جرالي ياما؟ خير يا بنتي؟ اقعدي يا حبيبتي، اهدي كده وفهميني ايه اللي جرى. اتبهدلت اخر بهدلة، ضربوا ومرمطوا ومسح بكرامة اهلي كلهم الارض، وفي الاخر بعد خد هدومه وطفش. انا مالي مقصفة الرقبة تحمل ولا ما تحملش؟ هي كانت حملت مننا ولا منه هو؟ يعمل فيا انا كده ليه؟ يمرمطني ويبهدلني كده ليه؟ يبات بره البيت وما يقوليش انا هموت واعرف بات فين امبارح. هموت بعد الشر عليكي من يا دنايا. ده بات هنا امبارح. وبعدين عادي لو اداني حتى بالجزمة، عادي براحته مراته. على
فكرة هو مش هنا، نزل من بدري وانا اصلا ما شفتوش. عادي حبيبتي، ادي ادي وبطلي شويتين بتوعك دول. ها اخته جايه من امبارح غضبانه هنا. غضبانه؟ غضبانه ليه؟ وحياتك يا اختي ما اعرف، واخواتك كمان بيتين هنا من امبارح. هما برضك غضبانين؟ غضبانين ايه؟ مش جالهم امر اخلى، جم يباتوا عندي لغايه ما اشوف لهم صرفه. طب بقول لك ايه يا زقزوقه، هو يعني الحاج لما جه امبارح ما اتكلمش معاكي كده عني؟ قال لك حاجه بتاع؟ ما قاليش، عشان انا اصلا ما شفتوش. انت البعيده حماره، ما تحكيلي جرالك ايه في ليلتك السودا دي. هحكيلك يا امه. انت متاكده ان هو مش هنا؟ طب ورحمه امي لا اتصل بيه بالتليفون، اخليه يجي يرقعك علقه موت. لا اسكيوز مي بقى يابا، لحد هنا وخلص الكلام. اهلها؟ وهي من امتى تخليها اهل اصلا؟ بروح يا بنتي وطي صوتك. اوطي صوتي؟ ده انا هعليه وهعليه لحد ما يوصل لاخر الدنيا. عايزاها تسمع عمتي، اسمعي يا عمتي، خليها تسمع اللي جايين وعمالين يعملوا فيها اهل وخلان وعيله. فيها سميحة، انت ماسوره وضربت. اذا كنت انا ماسوره وضربت يابا فهم بلعوا واتفتحت بوسختها، كانوا في جره وطلعوا لبره اسم الله عليهم. جره ايه وقلت ايه؟ جره ايه يا ابله سميحه؟ مالك يا اختي عماله تغلطي كده وتتكلمي كلام فاضي ملوش لازمه؟ وبعدين انا ماليش دعوه باللي هم عايزينه، ولا ليا ذنب في الطلبات اللي هم طالبينها. لو صحيح مالكيش ذنب كنت قلت لهم يتحدوا، قلت لهم انهم غلطانين، مش كده يستفردوا بالراجل لوحده وهو لسه ورور. لم نفسك يا بنت، ايه استفردوا دي؟ معلش يابا حقك عليا، يستكردوه. الله، برضه ده انت القرحه دي جبتيها منين؟ خلاص يا سميحه يا اختي حقك عليا، ولو مش عايزاهم يجوا هنا تاني خلاص هقول لهم ما يجوش، بس برضه ما يصحش تعلي صوتك كده والجيران تسمعنا، ولا ايه؟ ما يصحش اعلي صوتي والجيران تسمعنا، ويصح برضه اللي هم قالوه. عايزين يورثوا الراجل بالحياه الفجره؟ اخس عليك اخس، انا اللي غلطانه، تعبه نفسي وعماله الف في الشوارع عماله اجيب لك شيء وشويات، واقول في الاخر كله عشان ابويا، والعيل اللي في بطنك اللي في الاخر هيبقى اسمه اخويا. بس الظاهر اني غلطت. انا اللي غلطت اني اتكلمت معاكي وفضفضت معاكي بكلمتين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله يا حاج اسم الله. انت زعلان عشان بتقولي؟ ده انا حاج فارس انك ما بتقوليش وهما موجودين كنت طرقعت لهم. بس تصدق انا غلطان، غلطان انا يابا، حقك عليا يا ابو سميحه. اذا كنت هتدخلك في حاجه بعد كده ابقى تف في وشي. اقول لك على حاجه، انت مش هتشوف سحنتي هنا تاني. ماشي؟ متشكرين. استني بس يا سميحه، رايحه فين؟ الحقني يا شاهين، تعبانه قوي. في ايه مالك؟ مش عارفه، رجلي كده مش شايلاني ودايخه. بسم الله يا اختي. ما تصدقهاش يا ابو سميحه، ده كل نسمه. اسال نانا كانت كليله. الحقني يا شاهين تعبانه قوي. نعمه انزلي. انت شفتي عفريت ولا ايه؟ انا اسفه اصلي اتخضيت. الف سلام عليك، انت وصلتي هنا ازاي؟ انا اصلي رحت لك المكتب هناك، فالسكرتيره قالت لي انك مش موجود، وبعدين يعني قلت اجي لك هنا، يعني قالوا لي في حد هناك قال لي ان انت موجود. انت مالك متلخبطه كده ليه؟ معلش انا واضح اني لسه مخضوب. طب اتفضلي استريحي، اتفضلي اشربي ميه اكيد ريك نشف والخضة. شكرا. شكرا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل موديل، برسم موديل جديد لسه في دماغي يعني. والله طب ممكن اشوفه؟ ماشي، بس هو لسه ما خلصش. اتفضلي. الله، انت بترسم الموديلات دي بنفسك؟ ما دي شغلتي. ديزاينر يعني؟ الحمد لله.
بس خسارة. انت بترسم المحجبات بس؟ برسم اللي انا مقتنع بيه. خسارة ان مش كل الستات بتستفيد من الفن ده. انت عارف الديزاينرز بره دلوقتي بقوا مهمين قد ايه؟ وانت شكلك فنان حقيقي. انت عارفة ان انا سبت التعليم عشان الشغلانة دي؟ ما كملتش علامة. حلمت ان انا هطورها واكبرها الشغلانة دي. وقلت لابويا. وابويا اقتنع وزقني فيها. وكبرت ونجحت وعملت فلوس ولا اجدع بزنس مان في مصر. عشان كده بقى بشوف ان من حقي ارسم اللي انا مقتنع بيه. طب استاذن، انا مش عايز اخد من وقتك كتير. الله الله الله، ليه ليه؟ انت ما قلتليش حتى كنت جايه لي ليه؟ صحيح، انا كنت جايه عشان بصراحه انا حسيت اني كنت سخيفه معاك في المكتب، فقلت اجي اعتذر لك في مكتبك. بس انا لذيذ في مكتبي. انتي مش لذيذه في مكتبي. انما شكلك لذيذ في مكتبي. انا مش عايزاك تبقى زعلان مني. بس لا، انا لسه زعلان. بقول لك ما تيجي تكسبي فيها ثواب وتصالحيني وتعزميني على الغداء. انا اللي عزمك برضو؟ لا، ما انا اللي هدفع على حسابي في الحاجات دي. الرجاله هي اللي بتدفع. ايه ده يا خبر؟ الساعه بقت 5. معلش انا لازم استاذن، انا عندي ميعاد مهم جدا دلوقتي. معلش خليها مره تانية. بس لو مت من الجوع هتتحملي ذنبي. ذنبي في رقبتك. جرى يا بنت اختي بقى، انا اللي طول عمري بقول عليك يا بنت عاقله وبتفهمي وبتعرفي توزيني الامور، هتيجي في الاخر وتخيبي. يا خالي، ده بقول لك اول ما عرف ان انا حامل طفش وساب لي البيت. طب ده انا اعمل له ايه؟ ما تسيبيه هيلف يلف ويرجع لك. هيروح فين يعني؟ وبعدين سيبيها بنت تفك عن نفسه شويه. ده انا من ساعه ما عرفت اللي عمله وانا ولا بيهدى لي بال ولا يغمض لي جفن. بصراحه انا خايفه على البنت لا يحصل لها حاجه ولا يسلط عليها ثلاثي المرح اللي عنده يعملوا فيها مصيبه. يا وليه اتقي الله، اتقي الله، ما تبخيش سمك في ودن البنت. يا اخوانا، الراجل ده تلاقيه بس ما كانش مستعد نفسيا لموضوع الخلف شويه وهيرضى باللي قسمه له ربنا. ولا ايه يا بنت اختي؟ ساعتها بقى هتشوف الخير اللي هيعم عليكي وعلينا كلنا ان شاء الله. انا دلوقتي بس عرفت ايه سر جوازاته كتير. عرفتي ايه يا بنتي؟ ما تفطميني. افطمك؟ شوفي ياما، من الاخر كده الحاجة فجأة جوازه منك او طلب جوازه منك ده جه فجأة؟ لا، ده هو مسافر معاكي ومقرر القرار ده، ومن ذكائه انه ما فتحكيش في الموضوع غير في اللحظه اللي حاسه ان ممكن توافقي فيها. ايوه بس انا لسه ما وافقتش. ايوه بس انت قلتي انك متلخبطه. اللي انا مش قادره افهمه يا بابا، ليه حضرتك بتقولي ان فواز ما ينفعنيش انا بالذات؟ لانك انت من عالم وهو من عالم تاني خالص. انت عارفه انتوا عاملين زي ايه؟ زي خطين سكه حديد ممكن يمشوا جنب بعض كويس قوي، لكن لو اتقابلوا من غير حساب طبعا هتبقى كارثه. انت ليه بتخوفني كده يا بابا؟ قولي ان انت مش موافق وانا هحترم وجهة نظر حضرتك. انا مش عايزك تحترميها بس كده، انا عايزك تفكري فيها. انا مش فاهمة. يعني انا زي ما قلتلك انتوا شخصين مختلفين، ويمكن الاختلاف ده ممكن يكون هو عنصر الجذب، ويمكن برضو يكون لا. عشان كده انا عايزك تفكري كويس قوي، هل انت قد الاختلاف ده ولا لا؟ سميحة ولا أنهار ولا دلال ولا هدى؟ طب عندنا سميحة وعندنا أنهار وعندنا دلال وعندنا هدى. سميحة شرانية؟ لا، هتجرسني في كل حتة فيك يا بلد. لا، أنهار بنت عم. بنت عم. دلال حرام، دلال حرام حرام بعد اللي شافته ده. دي البنت اتبهدلت. يعني هدى اللي تنفع؟ ده أقرب واحدة لربنا، ولو خبطتني دعوة هتجدي الأرض. لا إله إلا الله يا ربي، لا إله إلا الله. أعمل إيه في الحيرة دي؟ هاتوا الأول. سميحة ولا أنهار
سلام هدى. يا اهلا يا حاج، يا الف مرحب يا حاج. البركه حلت لما تصير المهاجر رجع لعشه. يا مرحب يا حاج. خلاص يا زين خلاص، يا تغني. سلامتك من الآية يا اخويا. اللي حصل ده حصل ازاي؟ والله يا حاج ما اعرف حصل ازاي. انا سمعت صوت الست دلال، جريت لقيتها مرميه على الارض، وانا صحيت من النوم مخضوضه على صوتها، وانا جريت يا اخويا على ملا وشي، كنت حكافي واقع. اكيد دخلوا البلكونه اللي على الجنينه. حد شاف وشهم؟ ابدا يا حاج، احنا خرجنا من هنا وهم ايه، فص ملح ودب. او النعمه الشريفه يا حاج، زي ما يكونوا لابسين طاقيه لخفه، جريوا ور ما حد شاف وشهم. بعدين احنا يا حاج كنا ملهيين بالست دلال، ملحقناش نشوف وش حد فيهم. وحياه امهم، وحياه امهم ما يفلتوا من ايدي. بس اسكيوز مي برضك يا حاج، احنا بصراحه كده كان لازم نبلغ الشرطه وهي برضو تيجي تعمل الواجب. شرطه دي الله يخرب بيتك، انت عايزه تفضحينا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله انها جت على قد كده الحمد لله. اهم حاجه ان العيال ما حسوش بحاجه. ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر، كانوا في سبع نومه. انا هقوم اعمل لك لقمه حلوه كده ترمي بيها عظمك، تلاقي معدتك نشفت من اكل لبنان. شي ملوخيه بورقها، وشي منكوش، وشي فنوش. منكوشي هو النعمه الشريفه صدقه يا انهار يا اختي، تحسي كده ان اكلهم كله نواشف، ما فيهوش لحم كده، مش متغذي وطري زي اكلنا كده كله دسم وبخيره. يا بنتي يا هبله، مش بيقولوا البلد يوكل؟ يا حلقة السمنة اللي أنا قاعد فيها دي، خلصت الوصلة؟ خلصتوا؟ بتبيعوا سمنة في القعدة؟ هدى فين؟ فين؟ فين هدى؟ هدى فين؟ هدى ما تنطقي انت وهي، هدى فين؟ في الواقع هدى سابت البيت، طفشت. نعم يا اختي، سابت ايه يا نهار؟ هي هدى لمت هدومها وقامت حطاهم في شنط، وقامت لافحه عيالها وقالت تروح تقعد عند امها يومين تريح. طفشت. انتوا شاربين حاجه على الميسه انت وهي ولا ايه؟ يا مش شايفه يا حاج، اسمع بس مني، اسمع مني. انا قلت لها بلاش يا هدى، عيب يا هدى. الحاج لو عرف ان انت ماشيه وسايبه البيت هيرميكي في الشارع رميتك كلاب عليكي. لا لا يا سميحه، سيبيني يا اختي، انا مخنوقه، مش طايقه نفسي ومش طايقه البيت. كاتكم القرف، يخرب بيتك بوتاجاز يا اختي، بالراحه شويه، مش للدرجات دي برضه. هدى كان يا نهار، هو مش ده اللي حصل؟ الله، في ايه؟ البنت فين؟ هي كان بيجي لها كوابيس يا حاج، كان بيجي لها هي كوابيس، وكانت نفسيا تعبان. وبعدين هي لما خدت عيالها وراحت لامها قالت ترتاح نفسيا شويه وتيجي. يعني طفشت يا نهار، طفشت يا نهار. خد مني، انا قلت لك يا اخويا ليلتها سودة وليلتكوا اسود. طب انت رايح فين الوقت؟ اطين عليها عشتها هي واللي خلفوها. عجبك كده يا حقنة؟ يلا خلي الزحمة تخف شوية، ده حتى الجو حار. عقبالك. عقرب عقرمة لسانك يا حرباية. يا ساتر يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين اللي بيخبط؟ أنا فواز. خطوة عزيزة يا حاج، اتفضل. ما هو يا ميزان الدنيا تعوج، يا ربنا بيدينا علامات يوم القيامة. عملتك ملهاش تفسير غير كده. طب اقعد يا حاج وانا افهمك. هتفهميني ايه؟ بنتي يا هدى؟ العمر ما خطر على بالي انك تعملي عاملة زي دي. انا ما مشيتش بمزاجي يا حاج. انا مشيت عشان تعبت. عشان مش كل ساعة هموت في جلدي من الخوف. عشان الوضع كله كان غلط. ايه التخريف ده؟ انت بتقولي ايه يا هدى؟ بقول اللي محشور في زوري من سنين،
واللي خلاص ما بقتش قادرة استحمله. فوزة أنا تعبت، أنا بموت مع كل جوازة بتتجوزها، وكل مرة أقول لنفسي عقل يا بنت وتطمني، فواز ما بيطلقش اللي مخلفة مني. وخلاص أدينا بين أربعة، وأنت يا حاج ما بتستحملش تعيش من غير الأوضة الفاضية بتاعت الرابعة، يبقى الدور على مين؟ مش معقول هتبقى لي لسه حتى بطنها ما كبرتش، الدور على مين يا حاج؟ اللي سلمت ودنها لإبليس عشان يخرب عليها. انت عشتي عمرك معايا وسلم عمرك لله، وعشتي متصانة فوق الراس وجوه العين يا ودا، انما يوم ما تضعفي ويوم ما تسلمي ودنك لشطارك هيختار لك الدور اللي انت كنت خايفة منه. مظبوط يا حاج، بدل ما أنا كل يوم بموت وأنا مستنية تنفيذ حكم الإعدام، بطلب منك رصاصة الرحمة ليك وليا، وارحمك من وزري يا حاج. قولها يا حاج، قولها. ولادي هيفضلوا في البيت مع نار، تقدر تيجي تشوفيهم في اي وقت، تقعدي معاهم المده اللي انت عايزاها. وانا هستنى ورقتي يا حاج. شماعة جديدة رمى عليها أخطأه، هو كان مزنوق، هدى بقى حلتها بسذاجة وطيبة، هي عملت اللي حست بيه بس ما عملتش حساب النتيجة، هي كانت فاكرة إنها بالشكل ده هتصعب عليه ومش هيضحي بيها، يعني هي رمت له الطعم هو أصطادها بيه. ولحد إمتى؟ لحد امتى هنفضل نرمي الطعم وهو اللي بيصطاد؟ اوعى تفتكر انها غيرة نسوان، انا خلاص نسيت الحاجات دي، انا الود ودي اخليه اسعد انسان في الدنيا معايا ولا مع غيري. بس وبعدين لحد امتى؟ هو بنتي بني ادم خطاء، ما هوش شيطان برضه، معاش اللي يقول عليه كده. أنا حتى لما بيقولي إن هو عاوز يتجوز بقول له ماله يا أخوي، حقك، مش ده شرع ربنا. بس لحد إمتى؟ كل أول وله آخر يا بنتي. أنا خايفة عليه وقلبي مقبوض معرفش ليه. المهم خليكي جنبه يا نهار عشان خاطري خليكي جنبه، هو لو استغنى عن الدنيا كلها مش هيستغنى عنك أنت أبدا أبدا يا أنهار. طب وبعدين؟ ورق بلين، أنا بصراحة ما بحبش أسلوب الضغط على أعصابي ده، أنا من حقي إن أنا أفكر براحتي عشان أخد قرار صح وما ندمش. وبعدين بقولك إيه يا ندى، ما تغيري الموضوع ده وخلينا في شغلنا أحسن. الموضوع ده أنت اللي فتحتيه مش أنا. يا ستي أنا آسفة، أنا غلطة، أنا حقك عليا. مالك يا كمالي؟ أنا أول مرة أشوفك مرتبكة كده. انا مش مرتبكه خالص، عادي جدا، بس انتوا فجاه كلكم حاولتوا الموضوع لسر جوايا عايزين تكتشفوه، والموضوع مش كده خالص. انا بس قلت لكم على خبر وبحاول اجمع اراء عشان ياخد قرار صح وما ندمش يعني. وبعدين في النهايه انا مش هتجوز حد وارتبط بيه غير وانا متاكده تماما اني بحبه حسد. ما هو ده اللي انا سالتك فيه، وانا لسه مش عارفه، مشاعري لسه مش مستقر. بس على كلامك ان هو مستعجل. هو يستعجل براحته وانا افكر براحتي. سألتي عليه؟ عرفتي عنه أي حاجة؟ يا ده أنتي قديمة قوي يا ندى، أنتي بتفكري ليه زي بتوع الخمسينات؟ أنا قلتلك اللي يهمني البني آدم بس، أنا لا ليا دعوة ولا بأصله ولا فصله ولا فلوسه ولا عيلته ولا الكلام ده كله، فهمتي؟
يلا يا حياد هبني شويه، اخوك يكلمني وسبقنا على المديرين. معقوله يابا يكونوا جابوها؟ طبعا لازم، ما بتلعبش وبعدين ما تنسيش انت اختي مين. ربنا يخليك يا فوزلية يا رب. امال فين علي ما جاش معاكي ليه؟ لا ما انت ما كلمتني كان هو نازل، ما رضيتش اقول له بقى مش ناقصه دوشته هو كمان. طب يلا مش مهم، يلا بينا عشان ما نتاخرش على اخوك. يلا همني. صباح الورد هتجوزك فواز ده مجنون. شربات يا استاذ. شكرا يا عم فؤاد. احنا لقيناها راكبة ميكروباص ورايحة بلد ألياف ومعاها لفة فيها فلوس كتيرة. الكمين شك فيها ولما تحرى عنها لقى أوصافها مطابقة اللي انتوا قلتوه بالظبط. دلوقتي نشوف إذا كانت هي ولا مش هي. يا فندم هات البنت اللي عندك بره. لو طلعت هي امسكي نفسك، مش عايزين جيرانه أبدا. سيبني بقى يا فواز في اللي انا فيه بس بقى. الله يا بنت الحرامية. احنا قلنا ايه؟ انت متأكدة انها هي؟ طبعا يا باشا، هو انا يعني هتوه عنها؟ وليه يا سماح؟ الفلوس اللي ايوها معاك بتاعتك؟ ايوه بتاعتي يا سعادة الباشا. بتاعتك منين يا حرامية؟ بتاعتك منين؟ ما دي بقى. وجبتيها منين؟ جبتها من جوزي. وانت متجوزة؟ ايوه متجوزة. دي الورقة اللي ادهنها المأذون عقبال ما يطلع الأسير. تلاقيها ورقة مضروبة من الحكايات المضروبة اللي كانت بتحكيها لي. بقى أنا يا بنت تعملي فيا كده؟ أنا والله لو أوريكي، والله لو أوريكي. وأنت إيه؟ ما بلاش جيران بقى. ومين بقى اللي أنت متجوزاه؟ اسمه عندك يا سعادة الباشا. اسم الزوج علي السيد عبد الهادي. مين؟ علي. جوزي وجوزنا كمان على سنة الله ورسوله. حياة بنتي حياة. فوز ربطنا في ساقية ومغمي عينينا، سايبنا ندور فيها ومحدش فينا لاقي له منها مخرج. أنا أول مرة أشوفك بتتكلمي بالطريقة دي. أنت صعبانة عليا قوي يا بنتي. مش عارفة أعمل إيه. تعبت يابا. تعبت وما بقتش قادرة أتحمل أكتر من كده. حاسة إني بعجز قبل الأوان. كل يوم بيعدي عليا بيخوفني اكتر من اللي قبله. ابو قال لي خليكي جنبه، هو لو استغنى عن الدنيا كلها عمره ما هيستغنى عنك. بس انا بقيت متاكده انه يقدر يستغنى عن اي حد. انا ياما حذرتك ما سمعتيش كلامي. وبعدين ليه يعني؟ انت عمرك ما قصرتي معاه في حاجه. ولا هو تقصرت، غلطت غلطه صغيره رماها في الشارع وعيالها بقت في رقبتي انا. انت شايله كل ده في قلبك وساكته، واخرت ده كله ايه؟ اخرتها زي اولها يوم. كل ما حصلنا هما الرجاله كده، ما يملاش عينهم الا التراب. حتى اخته اهي ما سلمتش من اذى جوزها. هي عامله ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه؟ من ساعتها وهي قاعده في اوضتها يا دوبك الاكل يدخل لها تاكل بالتيله، ومطلعه همها كله في عيالها. هو جوزها لسه ما ظهرش؟
حاج منعم بيدور عليه في كل حته مش لاقيه. هي جوه؟ ايوه جوه، قاعده لوحدها عماله تساح دموع، كل شويه ادخل عليها علشان اطمن ما بتنطقش. انا هدخل اقعد معاها شويه هوصيها. والنبي يا بنتي انت اللي محتاجه حد يواسيكي. مش بقولك ساقيه يا امه، نصيب. انا خلاص فاض بيا وزهقت من العيشه الهباب دي، بقيتش عارفه اعمل ايه. ايه يا بت ده؟ انت بتدخلي سجاير؟ اعمل ايه؟ من الهم اللي انا فيه اي حاجه اطلع فيها غلبي وخلاص. يا جحده، ومش خايفه على اللي في بطنك؟ اللي في بطني يا ريت اخلص منه وارتاح عشان الكل يرتاح. ما هي مرات خالك القرشانه هي السبب، كله منها. خالي ومرات خالي طمعانين في كل حاجه، ده من ناحيه، والناحيه الثانيه ابوكي اللي اتغير معايا وما بقاش زيك. هقول لك على حاجه وما تسالنيش. حاجه ايه دي؟ بلاش تشربي العصير النهارده. الله الله يا حاج، الحكاية دخلت في الجد والتدبيسة جت على مزاجك اهو. والله يا حياتي يا بنتي انا فكرت في الموضوع كتير كتير قوي، ولقيت ان الجوازة دي ممكن تعمل اللي ما قدرتش تعمله جوازة اخوكي بانهار. ما انا يا بنتي نفسي الم شمل العيلة دي، ايوه، واعمل اللي ما قدرش عليه المرحوم اخوي. والله يا عين العقل يابا. انا يا بنتي جوزت اخوكي فواز بانهار وهو صغير قوي، انما منهم لله بلاد عمك ما سابوناش في حالنا، قعدوا يحفروا لنا في مصايب ياما. يمكن جوازتي بقى من امهم تهديهم وتريحنا كلنا. كل ده يتدبر، اهم حاجه انك نويت وان فكرتي دخلت مزاج، عشان تعرف بس بنتك دي بنت راجل. انا بنتي بألف بنتي زي القمر. ربنا يخليك لي يا ربنا يسعدك انت يا بنتي. الشاي يا حاج. شكريني يا بنتي. انت سماح؟ خدمتك يا سي الحاج. سماح بقى يابا شايله من عليا ايام، من ساعه ما جت نوها ما بتنامش الا في حضنها. ما هو باين عليها. انت منين يا بنتي؟ انا من بلد صغيره كده، نواحي الشرقيه. روحي انت دلوقتي يا سماح. حاضر يا اب. بنت عيله يابا. جوزك فين؟ جوزي راح يقعد مع اهله شويه. طيب حط عينك على البنت دي، الامر ما يسلمش يا بنتي، المثل بيقول حرص ولا تخون. ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ يا بنتي مش قلقان ولا حاجه، البنت لسه صغيره، ممكن اي حد يضحك عليها بكلمتين، عشان كده بقولك فتحي عينك كويس قوي، اهمنها تخلي بالك منها وعليها. طب بقول لك ايه؟ انت هتروح تكلم مرات عمي في التفاصيل امتى؟ مش دخل مرات عمك في الشغاله دلوقتي. نهار اسود، الجواز يا حاج انت نسيت ولا ايه؟ لا ان شاء الله قريب، قريب قوي. شايفاكي يعني راضيه عنها. خلاص اوام كده بعتي القضيه. مش هي دي برضو اللي لسه مقطعين لها شعرها؟ نسيتي فجأة كده بقت واحدة مننا؟ يا بنت انت ما بتبطليش هري. البنت طلعت طيبة وغلبانة، أعمل إيه؟ أموتها؟ وبعدين مش أنت صاحبة الخطة العبقرية بتاعتك؟ مش أنت اللي قلت نحبلها عشان نخلص؟ أيوة أنا قلت كده، بس ما قلتلكيش تبقى واحدة مننا. أنت ناسية فرصتها لينا ولا إيه؟ يا بنتي يا هبلة، علشان الخطة بتاعتك تتنفذ لازم شوية محبة، شوية مسايسة، شوية هدهدة. ما تقولي حاجة يا أختي. انتي يا ست خليكي معانا. انا معاكوا اهو يا اختي. والنبي يا اختي ما هي ناقصه قلبت وش على الصبح. خايفه من اخرة اللي بنعمله ده يا سميحه. لا هوي، هو احنا نقول طور تقولي احلبوه؟ انتي مخك متركب ازاي شمال؟ انتي مش شايفه احنا مش طايرها ازاي؟ احنا لو ما عملناش كده كل يوم هيطب لنا بواحده. ايوه يا كده، وبعدين اصل يا اختي ده كان طايح خالص، لازم يتهد شويه. مش عارفه ليه قلبي مقبوض ومش مطمنه. وايه الجديد؟ انتي يا حبيبتي على طول كده فقاريه وتحبي النكد. لا مش نكد والله يا سميحه، بس
بس ايه يا هدى؟ في ايه يا اختي خوفتيني؟ فواز يا اختي ما ينفعش معاه العمد، واللي احنا عملناه ده اخرته ممكن يركب دماغه يا اختي ويجي علينا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، قليان يا اختي هو مش جاي علينا، ده هرينا. معلش يا هدى، ما هو اصل خلاص يا اختي حصل، هنعمل ايه؟ ربنا حلف، ما تخافيش. يا رب يا رب استرها يا رب. ازيك يا سمسم؟ الف سلام عليك يا ام. اهلا بيكي. مالك حضرتيني عليك؟ مش عارفه بقى تغيير الجو. سلام. ايوه حط الحاجات دي هنا الله يكرمك، اوعى حاجه تتكسر. انزل انت بقى استنى تحت وانا هبعت لك الشاي بتاعك. ايه اللي انت عاملاه ده كله يا بنتي؟ ما تكلفش نفسك كده ليه؟ ياما دي حاجات بسيطه، انا جايبه لك هدمتين ليكي وللعيال، وكمان شويه حاجات كده لوازم البيت. اوعى تكوني ده دلال يا حبيبتي، نسيتي خالك يعني؟ ودي تيجي برضه يا خالي، جايبه لك الكراسين اللي عينك عليها. الله ينور عليك. والله يا بنتي البيت ما ناقصه اي حاجه، ده انا طول ما انا قاعده ادعي لك ان ربنا يهدي سرك يا رب ويقدرك على الضراير اللي عندك. لا بالحق يا دلال، انت عامله ايه مع ضراير؟ هكون عامله ايه يعني؟ اديني ماشيه بالنصايح اللي انت قلتولي عليها، ياكش هما بس يخرجوني من دماغهم البعده. السي الحاجه عامل ايه؟ كويس، بس ما بيقعدش في البيت خالص بقى، على طول قاعد في الشركه. الله يكون في عونه ويقدره يا بنت. والله العظيم الواحد ما قصر مع الراجل ده، مش الواجب برضه الواحد يوده لحسن يقول علينا ولادات الاصل. الا ما قلتليش يا دلال، هي عنوان شركته ايه؟ يا ابو سهل يا رب. هما مش ناقصكوا خالص بيت ولا ايه؟ وش ملوش اي لازمه. لا مؤاخذه حاج، هو الراجل اللي انت كلمته هناك قال لك انه هيتصل بيك اكيد النهارده. اه الراجل ده سعودي اصلا، وراجل محترم وخدوم وصاحبي جدا، وعلاقته بيهم كويسه جدا، وهو اللي استلم التقارير. هو اللي هيكلمني النهارده دلوقتي كمان، وعيده مظبوط انا عارف، انا متاكد. ان شاء الله خير. خير ان شاء الله يا ابني. بس كان لازم نبلغ يا حاج، الحكايه واضحه زي الشمس انها بفعل فاعل، ولازم نعرف مين اللي وراها. لو في حد غرضه انه يؤذينا يبقى هدفه ان احنا نبلغ. ليه؟ ليه يا حاج؟ ليه؟ ليه؟ عشان سمعتنا تتلط، ولما سمعتنا تتلط يبقى هو كده نجح في هدفه، ده غرضه، لكن انا مش هناوله الغرض ده، وقسما بالله قسما بالله ما هسيبه. ايه ده فواز؟ ايه ده يا ابني؟ احنا نخلص من المشكله دي الاول وبعدين يحلها اللي لا بيغفل ولا بينام. ونعم بالله ونعم. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حبيبي يا شيخ، والله وحشني جدا جدا، ربنا يبارك لك، ربنا يخليك، جزاك الله. طمني. لحظه واحده. لحظه واحده، اكتب الاسامي وراك اهو. قول لي. ايه ده؟ هندي ده ولا ايه؟ والله. وفي الاخر مجيد. ماشي تمام، وهخلي النمره معاه لو في حاجه برضو ولا حاجه اكلمك. جزاك الله كل خير يا شيخ، ربنا يخليك. في رمضان بقى باذن الله. ابشر طال عمرك. الله يخليك. ماشي يا حبيبي، اتفضل اتفضل يا شيخ. مع السلامه. مع السلامه. طمني. زكي قمر يا حاج. خد يا حبيبي الاسامي دي وتطلع بكره في اول طياره الصبح. حاضر. تجيب الناس 24 ساعه تكونوا هنا. حاضر. يا ما انت كريم يا رب. هيجوا يصلحوا المكن؟ يجوا ايه؟ المكن اتصلح خلاص. يا سلام، ازاي يا بالتكنولوجيا يا حاج؟ ما هي دي التكنولوجيا. احنا بعتنا لهم تقارير، قلنا لهم عندنا كذا، عرفوا من هناك المشكله فين، وهيصلحوها من هنا. من هناك برضو؟ اه. سبحان الله يا سبحان الله. سبحان الله. ما انا قلت لك راح اتعلم تكنولوجيا يعني. نبعت شحاته. نقوم يا حاج نصلي ركعتين شكر. يلا يا ابني. الحمد لله. يلا بينا كلنا، كل الشركه تصلي ركعتين. الحمد لله. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. يا خبر يا خبر، كل دي هدايا؟ ده كتير قوي كده يا حاج وملوش لازمه. اللي بتقوليه ده بس يا خالتي، واحنا عندنا كام حسنات، وبعدين انتي عروسه بقى ولازم تتدلع. اتدلع؟ احنا كبرنا على الحاجات دي بقى يا حياتي يا بنتي. لا 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 لا، الكلمه دي بالذات ما احبش اسمعها منك ابدا. ايه كبرنا وصغرنا؟ ما كله بتاع ربنا.
وبعدين طول ما فينا نفس يبقى نعيش ونستمتع بالدنيا. الله الله عليك يا حاج، ايه بس الكلام الحلو ده؟ طب والنبي انا دماغي لفت وقربت ادوخ. طب يا بنت الحركات بتاعتك. لكن انت مش شايف انك انت مستعجل شويه يا حاج؟ قصدي يعني بقى بعد كل ده وتيجي مستعجل حسنات. يا خالتي يا خالتي خير البر عاجله بقى الله. ما انا ما قلتش حاجه، بس برضو يعني بعد العمر ده كله اسيب ولادي واسيب بيتي ايه بيتك وبيتي؟ بالعكس بقى، بيتنا هو بيت العيل، وانت ما شاء الله عيالك كبر وبقى رجاله بشنبات، بقوا شحوطه وكلها بكره ولا بعده هتلاقي كل واحد فيهم واخد عروسه في دراعه ورايح على بيته. وبعدين يعني مين قال انك هتسيبيهم؟ ما انت كل يوم والتاني هتشقري عليهم برضو عادي. والبيت بتاعك ده مشاكله كتير، تنكيس وجع دماغ. تخلصي من قرفه بقى. بس عمرو ابني لسه بيذاكر، ما اقدرش اسيبه. لا لا لا، عمرو بالذات انت عارف عمرو بالنسبه لي ايه. ما تقلقيش من عمرو، ليك عليا انا هقنعه يعيش معانا. يا خالتي يا خالتي يلا بقى خلصي. والنبي والنبي عاوزين نفرح شويه. قلت ايه يا عروس؟ اللي تشوفوه بقى. خلاص يبقى نكتب وندخل بعد افتتاح المول على طول. ايه ازغرت؟ لا. ايه؟ لمي الحاجه. لا 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 استنى، انا اللي هزغرت. يقولي يا واقع يا حياه حياه حياه. ابو الحياه مش هنا، قال لي ان انا اقول لك انها نزلت كده مشوار مع الحاج منى. وانت بتعملي ايه هنا؟ انا بنضف البيت بس. وحياه النبي لألم لك الدنيا دي حالا. ويعني ما لقيتوش غير يوم اجازتي عشان تنضفوا فيه البيت؟ معلش يا استاذ علي، حقك عليا حقك عليا، هلم لك الدنيا دي حالا. يا ستي لا عليا ولا عليكي، اذا كانت صاحبه البيت مش في دماغها يبقى انت اللي مش هتقلبين البيت. معقوله؟ ما قالتش هتيجي امتى؟ هي قالت انها مش هتتاخر. احضر لك الغدا؟ ها؟ كل حاجه جاهزه على التسخين. لا انا هستنى حياتي اتغدى سوا. ليه؟ ده انا مفصله صاله. معقول هالحكي؟ رحت على البنك عشان اصرف الشيك، قالوا لي فيه مشكله بالامضه. شو بتقصدوا بهالحركه يا اوادي؟ ده رد بسيط على عامله ما كملتش، وفواز رجع يشتغل تاني واحسن من الاول، يعني مفيش اي اثر سلبي من العمليه اللي انت عملتها، فكان لازم الشيك يقف. يعني انتوا كنتوا بتقصدوا انه تحطوا تاريخ مؤجل للشيك 15 يوم؟ ليه؟ عشان تطمنوا بالاول؟ والله دي اصول الشغل يا ميسي وسليم. المهم انا اللي علي عملته، ومش ذنبي انه هو عرف يحل مشاكله كلها. على العموم لو عاوز تكمل معانا لازم تفكر ازاي تعطله، ولو عملت حاجه ونجحت هتلاقيني قصادك. مفيش، مش هتشوف وشي تاني يا ميسي وسليم، ولا هتعرف توصل. ايه بسيطه يا ادمي، جبل على جبل ما بيلتقي، بس بني ادم مع بني ادم كل يوم بيلتقوا. وحشوفك عن قريب يا ادم. اتفضل يا حاج. دي بقى كل الاسامي اللي احنا كلمناهم عشان يحضروا الافتتاح، بما فيهم المحافظ عشان يقص شريط مع حضرتك. حلو حلو، امجد كويس. والصحافه والتلفزيون كله معمول حسابه وتحت السيطره يا حاج. وانا ما بقلقش غير من ثقتك دي يا شحاته. ليه يا حاج؟ وانا كنت قصرت في حاجه يعني؟ قصرت؟ ده انت ياما قصرت. افكرك يا شحاته؟ ده انت تاريخ. ده انت بالطب اول ما تشوف حاجه زي لوح الخشب المربوط بصواميل سايبه. اعمل ايه يا حاج؟ مش بايدي، بسخسخ. مفيش حاجه بيسخسخ؟ قسما عظما يا شحاته، لو سخسخت بكره في البتاع اللي هنبقى فيه ده لاكون مسخسخك في سقف البتاع، وهتكون نهايتك. هقول لك. ايه هناك؟ مين؟ عايز ايه ده؟
خليه يدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم يا رب. طب بعد إذنك يا حاجة أروح أكمل بقية شغل عشان مفيش وقت. اتفضل يا سكسكة. أهلا 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 أهلا. نقول لك اتفضل بقى يا أسطى محروس ولا فاكر لما قلت لي أنت عمرك ما اتعاملت مع واحدة ست؟ مش عارف ليه عندي الإحساس ده دلوقتي أوي. إحساس إيه؟ أنا عمري ما اتعاملت مع ست قبلك. طب أنا هروح بقى عشان أقعد مع بابا. شكرا ميرسي. هو أنا آسف. نسيت حارس والله. شكرا. أنا هبقى أطمن على بابا. أنا هبقى أطمن. ما تقدريش تعملي في حياتك أي حاجة غير إنك تصدقيه. زي العيال الصغيرين لما بيلعبوا لعبة العروسة والعريس. لعبتها أنا وفواز لحد لما قلبت بجد، وكانت زي حلاوة أول مرة في كل حاجة. كنت لسه بضفايري ويادوب بفتح حناية عشان أشوف الدنيا، ولقيت فواز جنبي في الكوشة بضحكة حلوة منورة وشه. فرحت والدنيا ما كانتش سايعاني، لكن معرفش إن بعد سنة وكم شهر هبقى نمرة في لستة طويلة ملهاش آخر. أنا لأول مرة شفته، شفته في عينه نظرة غريبة قوي، نظرة ما هياش بتعري على قد ما هي تربك وتخض. كنت خايفة ليكون أبوه هو اللي جاي يتقدم لي ويخطبني، بس رغم خوفي ده دخلت ولبست أشيك حاجة عندي وعديت من قدامه عشان يشوفني، وشافني. حسيت إن عينيه كانت بتفصص كل حتة فيا. بعديها عرفت هو تقدم لي ليه. الحاج تقدم لي علشان أنا عجبته ودخلت دماغه، وبرغم إن أنا عارفة إن كل ده عمره قصير قوي، لقيتني مفيش في إيدي أي حاجة غير إن أفرح واتبسط واتشعلق في دراعه وأعمل فيها عروسة وأصدق وأضحك على نفسي هو أول مرة يبقى عريس. كنت أفضل واقفة في الشباك بالساعات مستنية طلته، نفسي بس ألمحه وهو معدي، أحاول ألفت نظره بأي طريقة عشان يبصلي وهو ولا واخد باله. ساعات كان يبقى معدي وهو شايل منعم الصغير على إيده، أفضل عاكس فيه عايزة ياخد باله، بس هو يمشي من غير حتى ما يبصلي. وفي يوم عرفت السكة اللي أقدر أجيبه بيها. كنت شايفة نفسي ينفع أبقى مرات حد غيره، ما كنت شايفة أي راجل في الدنيا ينفع يبقى جوزي غيره. عارفة أصعب حاجة عند الست إيه؟ إنها ما تبقى شايفة في حياتها غير راجل واحد بس. ساعتها بتنسى نفسها وتجري، ترمي نفسها في حضنه، تنسى كل حاجة وتغمض عينيها. كل واحدة فينا لعبت لعبة عشان تبقى ليك وتقرب منك،
بالطريقة اللي تجيبك زي ما قالت سميحة. حتى أنا لعبت نفس اللعبة واتجوزتك رغم أنك متجوز اتنين، وعملت نفسي مش فارقة معايا وفكرت في نفسي وبس، ما عملتش حساب لأي حاجة. وحتى لما عرفت قبل ما اتجوز كان ممكن مرضوش، لكن كملت. ويوم ما جيت لك عشان اشتري عباية عملت مشكلة عشان كان هم انك تاخد بالك مني. يا ترى مين فينا اللي ظلم التاني؟ احنا اللي ظلمنا نفسنا ولا انت اللي ظلمتنا يا فواز؟ وصورة الحكم المقدم بإدانة المدعى عليه اليوم تكشف مدى وحشية وسادية هذا الشخص الذي أطلق عليه المجتمع صفة الزوج بالخطأ ليتجرد من كل معالم الإنسانية. فقد اعتاد الزوج نهر زوجته بالضرب المبرح، وقد نسي تماماً أنها مخلوق كرمه الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. وبناء على هذا فإن حق موكلتي في الطلاق مكفول، ولسيادتكم جزيل الشكر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. ها اليوم مبروك ولا لسه؟ عيب عليك يا بنت، طبعا مبروك. يا بنت ليه؟ انت أسرع واحدة تطلق الستات وتخلع الرجال. من عمايلهم، هم اللي بيجيبوا لنا نفسهم. كان نفسي ألحق جلسة عشان أتعلم، بس أعمل إيه في الزحمة؟ ما أنت اللي مش مهتمة، عشان كده عمرك ما هتبقي محامية كبيرة. يا ستي بلا كبيرة بلا صغيرة، المهم نشتغل. طب يلا بقى بينا عشان عندنا شغل قد كده في المكتب، وبعد كده هنروح على الجامعية. يلا. أنا متشكرة أوي، أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه. ما تقوليش حاجة خالص، أنتي صاحبة حق وربنا يربي. ربنا يوفقك يا أستاذة، ربنا يوفقك. شكرا. يلا بقى بينا عشان نلحق إحنا. منة لله يا مفترية، ربنا يخرب بيتك زي ما خربت بيتي، ما كل الرجالة بتضرب حريمها. منك لله وربنا يوريك. مجنون ده ولا إيه؟ لا يا ستي ده مش مجنون، ده مخلوع. الو. صباح الخير. صباح النور، عامل ايه؟ عرفتيني على طول كده. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ واقف على غيط حمام. الله، بحب قوي منظر الحمام في السماء. وانا بحب كل حاجه جميله خلقها ربنا. برضه اتغديتي سندوتشات زي كل يوم؟ العادي يعني. عامل ايه؟ الصبح محكمه، وبعد الظهر مكتب، وبالليل جمعيه، وساعات بيبقى بالعكس. يعني بتقف قدام القاضي؟ قدام المحكمة؟ ويا حضرات المستشارين، علي الطلاق بالتلاتة. أنا صحيح بترفع في قضايا طلاق كتير، بس ما بقولش علي الطلاق دي. صباح الورد والنور. ما سمعتش صوتك من امبارح. مشغولة؟ مشغولة في إيه بقى؟ بحضر المعرض في بيروت. ايوه انا كمان رايح، هفتح كام فرع جديد هناك. رايح امتى؟ انت رايحه امتى؟ يعني على الاسبوع الجاي كده. سبحان الله. ايه ده، انت رايح في نفس الميعاد؟ لا دي صدفه غريبه قوي كده. دي تدابير ربنا، دي احنا ملناش يد فيها. طب قولي بقى، انت بتعمل ايه غير الشغل؟ بكره اول يوم دراسه في المدرسه الجديده. ايه ده، انت عندك مدرسه؟
اه ابعت لك عربيه الصبح ونشوفه مع بعض. بقولك ايه؟ في سؤال كنت عايزه اساله لك. انا ما بخافش غير من الاسئله المفاجاه بتاعتك دي. ربنا يستر. هو انت جبت نمرتي منين؟ انا مش فاكره اني اديتها لك. عايزه تعرفي عرفت تليفونك ازاي؟ زي ما انت عرفتي صوتي من اول مره. اتفضلي. هو انت ليه فكرت تفتح مدرسه؟ لقيت المدارس باظت بيخربوا دماغ العيال. صدقي يا كاميليا ما بيديهمش دين في المدرسه، ياخدوا فلوس قد كده وفي الاخر ما بيديهمش حصه دين. لا طبعا مش كل المدارس كده، في مدارس تانيه بتهتم جدا بالدين. يبقى اهتمام براني مش اهتمام بجد، يعني حصه كده على جنب يعني. بذمتك دي مدارس انت يرضيكي الكلام ده؟ لا طبعا ما يرضينيش. حصه الدين مهمه جدا للطفل، بتزرع جواه ايمانه بربنا وبتفهمه اصول دينه، وكده ده بيعمله توازن نفسي واستقرار بيخليه بني ادم سوي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك. ده الكلام الموزون، وعشان الكلام ده بقى انا هرد لك عزومه السندوتشات حالا. انا ما بحبش اكون مديون لحد. بس لا مش هينفع، اصلا انا عندي حاجات كتير. حلو قوي، انا كمان جعان جدا جدا جدا. يلا بتحب تاكل ايه بقى؟ طب اذا كان كده ممكن ناكل سوشي. ايه ما بتحبوش ولا ايه؟ لا ده حلال. طبعا حلال، ده سي فود. مأكولات بحريه. ايوه هي دي. انتوا مثقفين نخبه برضه، بتقولوا حاجات. اسمه ايه؟ سوشي. هيعجبك. يا اختي جماله حلو. ايوه كده، ترجع من المدرسه تغير هدومك وتاخد دش وتفرفش. قولي مبسوط في المدرسه؟ حلو قوي يا ماما، وبيحفظونا قران كمان. طب الحمد لله. يعني المدرسه دي احسن ولا المدرسه الاولانيه؟ لا دي احسن. عارفه شفت مين هناك كمان؟ شفت مين؟ بابا. ايه ده؟ ايه اللي وداه؟ ده لف المدرسه كلها، وانا فضلت اقول لزمايلي ده بابا صاحب المدرسه، والمدرسين جابوا لي شوكولاته وبسكوت وحاجات حلوه كتير. طبعا مش ابن فواز الصياد. طب قول لي يا واد، ابوك ما قالكش حاجه؟ لا اول ما شافني كده شني. فرحان بيك، فرحان بيك يا واد. بس كان معاه واحده حلوه قوي يا ماما. أنا عايز تذكرة على الرحلة دي لبيروت بكرة. حالا يا فندم. بيروت بكرة. حاضر. وصل رقم الرحلة. حاضر. هتسأل عليا؟ يا فندم، الأستاذ زكي اتصل أكتر من مرة، والأستاذ مرسي والأستاذ صفوت. بس أنا ناقص دوشة، اللي يجي يخليه على طول. حاضر. يا حاج، الحاج الكبير مستني جوه بقاله كتير. أبويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا دي النور، يا دي النور. إزيك يا حاج؟ نورنا نورنا. السلام. حاجة جت ايه؟ انت فين يا ابني؟ يعني اختصت كده وقلت هدولي، بقالي كتير مش عارف اعطر عليك. مين اللي واخدك مني؟ يا حاج هيكون ايه اللي واخدني منك؟ الشغل طبعا، شغل. هو ما انت شايف يعني شغل ده فواز؟ شغل ايه؟ اذا كان الشغل نفسه بيدوروا عليك. الله، بقالك قد ايه ما رحتش المول يا فواز؟ وطبعا ما عرفتش المشاكل اللي حاصله فيه، لان زكي ومورسي لفوا عليك كعب داير وما عرفوش يوصلوا لك. بركه فيك انت بقى يا حاج. شغلانه لبنان دي يا حاج واخده مني وقت ومجهود كبير جدا، اديك شايف ترتيبات كتير وحاجات. ربنا يكون في عوننا.
انت بقى اللي غاوي وجع قلب. قلت لك بلاها لبنان دي. الله، ما احنا شغالين هنا زي الفل يا ابني وربنا مسهلها لنا على الاخر. يا حاج بقى احنا مش هنعيده تاني الكلام ده. ما احنا خلاص اتفقنا وانا هفتح المحلات بعون الله اني هفتحها ان شاء الله. انا بس كل اللي عايزه منك انك تقول لي روح على بركه الله. يوم نتباشر ونطمن. ماشي، هقول لك ايه، ربنا معاك يا ابني. وما دام نويت يبقى على بركه الله. ربنا يخليك لينا يا حاج. عملت ايه في موضوع جوز اختك؟ يا نهار ابيض، انا نسيت الحكايه دي خالص. معقول يا فواز؟ معقول حكايه لبنان واخدتني في الدرجه دي؟ معلش يا حاج، البركه فيك انت بقى. وبعدين انا ان شاء الله اول ما ارجع بعون الله هتلاقي ايدي في ايدك ونحل الموضوع ده. حاج احط الزرقاء دي كتاب الازرق الناحيه دي جنب الاحمر كده، ولا اخليه هنا جنب الاسود كده؟ ايه الكتب دي كلها؟ ها؟ الها؟ بقول لك ايه الكتب دي كلها؟ يا حاج اصل انا نويت اعمل مكتبه كبيره واملاها كتب. ايه رايك؟ الله، ده يبقى تغيير بجد بقى. لا الا الله، انتوا ما بتفهمونيش يا حاج، ما بتفهمونيش. فعلا يا ابني عمرنا ما فهمناك ولا هنفهمك في يوم من الايام. انت مسافر امتى ان شاء الله؟ انا مسافر بكره ان شاء الله يا حاج، ادعي لي بقى. والله انا مش مطمن لك يا ابني. الصياد احنا لازم نلم روحنا شويه ونعمل اي حاجه عشان نعرف نرجعه تاني. ما هو مش معقول هنفضل سايبينه بره البيت كل الوقت ده. ما هو اللي استغنى وداير يتصرمح مع الستات. لا 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 يا سميحه، ما تقوليش كده على الحاج. لا 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 يا سميحه، ما تقوليش كده على الحاج. اهي زوجتك دي هي اللي ودتنا في داهيه وخلته يبص بره ويطفش. خص عليك يا سميحه، ربنا يسامحك بقى انا اعمل كده. يا اختي اهو كله كل نسوان. يا اختي تبطي شويه انت وهي، وانت جمادي شويه. ايه انا ناقصاكوا؟ احنا لازم نعرف حكايه البت دي ايه. ما احنا ما ينفعش نسيب الموضوع كده يعدي والسلام، دي حاجه تقلق وتخلي الرخه بتخبط في بعض كمان. احنا لازم نعرف البت دي تبقى مين وكان بيهبب معاها ايه. يا بنتي يا هقوع شويه انت كده. النسوان اكتر من الهم على القلب، واللي زي الحاج فواز بيتلموا عليه زي الدبان. فلو ما صحيناش له روحنا وعملنا له كل اللي نفسه فيه هيزهق ويطفش ويسيبنا كلنا. برضه لازم نعرف عمل ايه من ساعه ما عدى عتبه البيت ده. تصدقي البت دي عجبتني؟ انتي بجد مية مية. اقول لك على حاجه، انتي فيري جود، هاتي بوسه بقى. ثانك يو. لازم نعرف خرج عمل ايه علشان نعرف نرجعه ازاي تاني للبيت. طب قولي لنا والنبي يا اختي دلال هنعرف ازاي؟ يا اختي حطيني تاني حضنه في زماره رقبتك. يا ساتر، شحاته ما بيردش ومرسي واقف على رجليه من الرعب. بس انا لقيت الحل. ايه هو الحل يا رايقه؟ خالي محروس. ايه النور ده كله؟ معقول